شعار ثابت منذ انطلاقها، ويتمسك به المتظاهرون هنا في ساحة التحرير ببغداد وفي الساحات الأخرى، على الرغم من محاولات قمع الحكومة وميليشياتها المستمرة لثورتهم، متحدين آلة القمع التابعة للمنطقة الخضراء التي تهدف لإبعادهم عن ساحات التظاهر عبر استهدافهم بالقتل والخطف والترهيب. هاي مال الانفجارات، ما الانفجارات والغازات، الشباب أصلاً ضاجوا، هسه يردون غازات، يردون هذا، ما يهتمون، والله يردون مسيل، هسه لكم شو أقول لك، ضجت ماكو مسيل. قاموا ما يهتم الشعب، ما يهتم. لبيك يا حرام. الشعب المنتفض في الشوارع أبدى غضبه من بعض شيوخ العشائر الذين اجتمع بهم عادل عبد المهدي، مطالبين في الوقت نفسه بمحاسبة من تسبب بإسالة الدم العراقي. ربة العشائر عادل عبد المهدي على مود فلوس، أنا هم ما أريد هذول العشائر، أنا أكون من العشائر ساند مظاهرات، طالب حقوق دمنه، ضربوا المظاهرين هنا يريد نعدمهم، أريد من القضاء حاسبهم هنا. لا يسوون محزاب بيناتهم، ما أريدهم كلهم شلقة يعني. المتظاهرون في ساحة التحرير أكدوا عزمهم أيضاً على تبديل جميع الوجوه السياسية المتمسكة بالحكم منذ 16 عاماً، مشيرين إلى أن ساحات التظاهر هي من تقرر كيفية التغيير المرجو في العراق، وليست الحكومة بوعودها التخديرية. هذه الطبقة السياسية اللي حكمت العراق من 2003 لحد الآن، هذه الطبقة الفاسدة، هذا الشعب كله طالع على هذه الطبقة الفاسدة. احنا ما نريد نبدل رئيس هرم، نجيب واحد مكانه، نوخر واحد ونخلي واحد. هذه الطبقة اللي حكمت العراق، هذه الطبقة فقدنا الثقة بها، المجتمع فقد الثقة بها، ما تنفع بعد لا معاهدة ولا عهود ولا إصلاحات ترقيعية. لا ثقة بهذه الطبقة الفاسدة بعد الآن، جملة أو حالة عامة تسيطر على الشعب، قد تمثل وقود الشارع الغاضب الذي لن تزيده آلة القمع الحكومي إلا غلياناً وصموداً وتمسكاً بمطالبه المشروعة، وأولها إسقاط النظام. قالوا ردوا وقلنا لهم مشينا نحضر المكوار، ما نطلع أبد ونفارق التحرير من الخضراء إلا نطلع الزبالة. أنت وجارتك وحسابك تروحون في دول الحزن وطاسة العمال.